أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، ومسك الختام مع نخبة من الفنانين. رح نتحدث عن أغنية اشتغلوا عليها، أغنية جديدة وطنية أردنية اسمها من أجلك يا أردن. رح نتعرف أكثر على هاي الأغنية، رح نسمعها ونتعرف عليهم أكثر وعلى أعمالهم الفنية. أهلا وسهلا فيك علي الخزاعلي، ملحن ومؤلف موسيقي أيضا. أهلا فيك. وسام الجعبري ضابط إيقاع ورح يعزف لنا على آلة الرق، والمطرب الفنان بلال الخطيب أيضا. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، خليك صباح الخير. صباح الخير عليك، الله يخليك. أبدأ معك سيد علي عشان طبعي. كمان الوقت وعشان لحق نسمع الأغنية، يعني تحكي لنا عن هاي الأغنية من أجلك يا أردن، مين مؤلف هاي الأغنية، الكلمات لمين؟ هذه الأغنية من كلمات الأستاذ نبيل ناصر، صديق هو إلي، ومن ألحاني وغناء بلال خطيب، وتوزيع الأستاذ محمد بشناق. أيوة، يعني الأغنية لسه شافت النور ولا؟ أنا الأغنية إحنا عملناها لايف، في كان في حفلة بفندق الفنار، وأنا تكرمت عليها من الدكتور حازم قشوع، كان بحضر الحفلة يعني عدد من النواب. بس لسه يعني مش عم تنزل على الإذاعات؟ لسه مش عم تنزل. فعبما أنا إنه شفت الصوت المناسب اللي هو أستاذ بلال، صوت كتير حلو وجميل، وإن شاء الله إنه الله يوفقه فيها. الله يخليك، تسلم أستاذ. طيب تحكي لنا بلال كمان أكثر عن مشاركتك، يعني أنت لسه جديد بالمجال الفني زي ما عرفت. أول شيء صباح الخير. أهلاً، وصباح الخير على الجميع، وصب عليك وعلى القادر إذاعة كاملة. وأول شيء طبعاً أستاذ علي الخزاعلي، أنا طبعاً يعني أول مرة أنشأك أغنية من أجلك يا أردن، هي إنتاج وألحان أستاذ علي الخزاعلي، وكلمات نبيل الناصر، وتوزيع أستاذ محمد بشناق. فيها كانت أول بداية حياتي يعني في الأغنية اللي من أجلك يا أردن. هي طبعاً بدعم إن شاء الله من أستاذ علي يعني، وإن شاء الله اللي كانت ربك وصير الحمد لله رب. طب نسمع شو رأيك جزء من هاي الأغنية. يلا، ما في هاند مايك؟ هاند مايك ما في، هو قاعد سيب عنه شوي. من أجلك يا أردن عجبيني بكتبها بحب وعطر وفن جوا قلبي بوشيرها. من أجلك يا أردن عجبيني بكتبها بحب وعطر وفن جوا قلبي بوشيرها. قد ما الحب بيكبر وقد ما الحب بيكبر سيدنا يا نور العين فيك الشعب بيفخر، سيدنا يا نور العين فيك الشعب بيفخر. من أجلك يا أردن، من أجلك يا أردن، من أجلك يا أردن. من أجل الأردن مش كلمة منحكيها، من أجل الأردن كلمة منفخر فيها. من أجل الأردن مش كلمة منحكيها، من أجل الأردن كلمة منفخر فيها. وقد ما الحب بيكبر وقد ما الحب بيكبر من أجلك يا أردن، من أجلك يا أردن، من أجلك يا أردن. وعزمي دي مكتوبة خطوة خطوة
يعني أغنية فعلا جميلة ومختلفة، والحلو فيها أن الكورال أطفال طبعا أصغر ثلاث شهور والله احنا أنا بدرب فيهم أنا مدرس موسيقي يعني مركز فزع في الجاردز كمان. احنا طبعا رح نختم اللقاء على أغنية على الهواء لايف، يعني رح تعزفونا، بس حابة أدبت شوي مع وسام تحكي لنا عن آلة الرق، يعني شو بتضيف للحن الموسيقي؟ هلا آلة الرق هي آلة إيقاعية طربية، يعني الأغاني الأصيلة القديمة دائما كانت تحوي على آلة الرق لأنها بتطفي لون بالتخت الشرقي دائما في بالضبط. هي آلة بالتخت الشرقي، يعني ولا آلة إيقاعية تانية بتزبط مع التخت الشرقي إلا الرق. وايضا يعني علي كيف بتقيم الأغنية الأردنية الوطنية، وليه الأغاني بشكل عام الأردنية سواء وطنية او حتى رومانسية او اي طابع اخر يدوب بتكون منتشرة محليا ما بتنتشر عربيا؟ يعني والله شو السبب برأيك بصراحة كأستاذ موسيقي وكمؤلف موسيقي؟ نحكي بصراحة أيضا. يعني للأسف انه في محسوبيات كتير حتى بالفن، عندنا في محسوبيات بالأغاني الأردنية بالذات، قلت كيف؟ وفي تأثير كمان من الجهات المعنية كتير بالنسبة إنه الأغنية الأردنية مش عم تنتشر برا. يعني مثلا إحنا هلا إذا بتلاحظ الأغاني مثلا اللبنانية الوطنية منتشرة بطريقة يعني حتى الوطنية المصرية حتى الوطني يعني حتى الوطني المصري بالضبط. في أسس، في خلل في التسويق يمكن، في خلل في الأسس، في أمور كتير إذا ما نحكي فيها بدي طول الحديث. طيب إحنا للأسف لأنه الوقت تقريبا يعني وقت البرنامج انتهى، رح ناخد فاصل وبعدين رح نختم على أغنية أنتوا بتختاروها لايف، العزف رح يكون لايف.